اهلا بحضراتكم من جديد. طيب، في رؤيه خبراء التحليل لهذا التاهل المستحق اللي جاي برضه على حساب منافس كبير، نشوف كبير خبراء المحللين الكابتن طه اسماعيل. النادي الاهلي الحقيقه لعب النهارده مباراه ضد فريق مختلف تماما عن فريق لعب المباراه السابقه، ولعب بشراسه وبقوه كبيره جدا عشان يحقق هدف ويحقق نتيجه كويسه. والنادي الاهلي لعب بايجابيه بالذات على الملمى، ودي نقطه مهمه جدا، ودي الاهم في كره القدم. ممكن تستحوذ، لكن ايضا لازم يكون لك استحواذ مثمر داخل منطقه الجزاء وخلق فرص صحيحه وتقدر تسجل منها. النادي الاهلي مميزاته الجيده النهارده ان هو لعب بشراسه اكتر من المره اللي فاتت، لان في قدامه فريق منافس اكتر بالذات في الكرات. الفريق الثاني برضه النادي الاهلي ياخد موعظه منها. فاللي انا عايز اقوله ان المباراه ديت كانت مباراه تنافسيه اكتر من المره اللي فاتت، والنادي الاهلي ادى فيها بشكل كويس على اعتبار ان هو بيلعب مع منافس قوي. وانا قلت من الاول ان فريق المنستيري مش بس ان هو عشان يعني فريق يعني اول مره يلعب في هذه البطوله، لكن ايضا هو بيلعب بروح تونس وكبرياء تونس، ودي كانت في صالح النادي الاهلي ان هو يجرب نفسه ازاي بيلعب مع فريق شرس وفريق عنده قدرات هجوميه كبيره وفريق بيضغط من قدام. انما هي خطوه جميله جدا بالنسبه للنادي الاهلي ومباراه جيده جدا. انا اعتقد انه كولر سعيد بهذه التجربه الثانيه. المباراه الثانيه اكثر شراسه من المباراه الاولى نتيجه القوه التي لعب بها والايجابيه التي لعب بها الفريق التونسي بيضغط من قدام. الذي واجهها الاهلي بقوه وبشراسه حسب تعبير الدكتور طه، وايضا لانه فريق مش بس كويس، ده بيلعب بكبرياء الكره التونسيه. تحليل وتلخيص جيد جدا بيوري لك انك كنت بتلعب امام فريق مباراه كره قدم حقيقيه. طيب، ده راي الدكتور طه. الاهلي مع كولر شكله ايه؟ نشوف الكابتن محمد فضل. فوز مهم جدا للنادي الاهلي، تغييرات مهمه جدا، اللعيبه كلها دخلت، بقى عندك 15 او 16 لعيب تختار منهم عشان توصل للتشكيل المثالي في بدايه الدوري او حتى بعد كده مباراه السوبر، ودي بطوله صح. لكن الاهلي مع كولر شكله حلو، في نظام، تحس ان في نظام، في لعيبه نازله كلها دلوقتي. انت ما شفت حسين الشحات غير، هو نازل عاوز. قفشه غير، قفشه الاول كان بيقعد يتحرك كتير جدا فبيقفل على جبهات، قفشه النهارده بيتحرك في الحته اللي تحت الفراوده، فما بيجي يستلم بيبقى افكتيف. عمل واحده لشادي حلوه جدا، شادي حطها حلو جدا، لكن حارس المرمى الطبيعي ان حارس المرمى يتحرك مع الكوره، هو حارس المرمى عشان حركته بطيئه فوقف الكوره في المكان اللي سهل عليه ان هو يطلعها. فانا شايف ان النهارده لا، مباراه فيها جوانب ايجابيه كتير جدا للنادي الاهلي. دلوقتي هو طبعا بيشيد بفكر كولر والمستوى الذي قدمه، وقال فيه ايجابيات كتير، وبيقول يا ريت شادي كان سجل النهارده. انا عايز اتكلم على الجون بتاع شادي اللي راح في الزحمه. انا اتفرجت على الجون ما فيهوش ريحه الاوفسايد، ما فيهوش ريحه الاوفسايد، ولا حد طلع قال ان الجون ده سليم، وازاي عيني الولد ده في اول فرصه له يحرم من انه يحط بصمته. جون سليم 100%. ده مش بس ان هو يحرم، ده حسين الشحات عنده فرصه ان هو اللي يجيب، هو عايز يساعده انه يبدا بقى. ايوه، فبص الايثار بتاع حسين الشحات، الاثنين لعبوه كويس جدا. وهو ما كانش اوف سايد حسين الشحات خالص. وطبعا هو لعبها لورا، فمن ثم شادي مش اوف سايد، وعدت على الناس وعدت على التحكيم وعدت على المحللين على اعتبار الاهلي كسب. لا، عايزين الاهلي ياخد حقه ولعبته تاخد حقها. شادي له جون ملغي. طيب، سافيو او برونو سافيو البرازيلي العين عليه، كل لمسه الناس تتكلم والتقييم دائم ليه باستمرار. الكابتن ضياء السيد رايه فيه ايه؟
بيفكرني بيك انت كده في الحته بتاعت نص الملعب، مش على الاطراف لسه ما شفناهوش على الاطراف. عنده حلول، عنده حلول بيحللك في جزء الدنيا مقفوله، فبي اللي عنده حلول ده بينقل التيم من مكان لمكان. وفي كره القدم اللي بينقلك من مكان لمكان وتكسب ارض وتكسب لعيب تجيب جول، هو دي عن سافيو. فسافيو لعيب مهم جدا، توظيفه سهل، الحلول اللي عنده في الجزء الامامي، ودي حاجه مهمه جدا، لانه اللي بيقدر يدي حلول على المستوى الفردي وبيعملها على المستوى الجماعي. فان شاء الله ربنا يحفظه، لان انا شايف الشغل عليه دلوقتي كتير، مش فاهم ليه الشغل على لعيبه الاهلي، الشغل على ده هيتوقف، ده مش هيدفع، ده هيعمل. خفوا شويه يا جماعه، خفوا شويه يا جماعه، لكن لعيب عنده حلول، لعيب عنده مهارات. وانا اهم حاجه سيبك من الناس التانية، جمهورنا بقى واعلامنا، ايوه، والنبي اعملوا معروف ما تستعجلوش. مش ضروري بقى كمان الترصد، انتم منتظرين اجيب لعيب ينفجر؟ مفيش انفجارات في كره القدم. ما بيرسي تاو اول ما جه انفجر ولم ينجو من اللوم والعتاب. أيوة. لما يهدى هي كده. محمد صلاح ابتدى الموسم مش كويس، انفجر اخر اسبوعين. ايوه، اللعيب المهم كويس ولا مش كويس، عنده حلول ولا ما عندوش حلول، عنده مهاره ولا لا، ملتزم وعايز يعمل حاجه ولا لا، هو امتى هينطق امتى هينفجر؟ نستنى شويه، نستنى شويه. طيب محمد ابو العلا نجم الزمالك واحد المحللين، رايه بقى في اداء الاهلي، لانه مهم جدا نسمع راي اخر كابتن محمد ابو العلا عن مارسيل كولر وتشكيل الاهلي. ايه نشوف الراجل؟ على فكره انا عاجبني في حاجه، ان شادي حسين هو اطمن عليه مثلا الماتش اللي فات، لا هو عايز يدخل كمان محمد شريف، فمن النهارده بادئ محمد شريف. حمدي فتحي ما يبعدوش قوي، اطمن على السوليه الماتش اللي فات، والنهارده عمل تغييرات عجبني ان هو محضر هيعمل ايه بالسيناريوهات. فالنهارده في الدقيقه 71 بيعمل ثلاث تغييرات مع بعض، اللي هو مين؟ اللي هو شادي حسين ومجدي قفشه وحسين الشحات مكان ثلاثه قدام منسجمين، اللي هو برونو سافيو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف. فاداك انت الجزء من الماتشات، فانت كده بتدي جرعات متساويه، بتحافظ على الانسجام، بتخلي ثلاثه يدخلوا مع بعض، لعبوا مثلا مع بعض قبل كده كان في التغييرات. فعجبني فكره التركيه بتاع التوقيت، وان هو عايز يعيش كل هل من وجهه نظرك هو عايز يعيش ولا بيدور على التشكيله الاساسيه؟ ما هو ده من حقه يفضل يدور على التشكيله الاساسيه، لكن هو دلوقتي بيجهز مثلا 18 او 20 لعيب يقدر يغمض عينه ويشد اي واحد منهم كده يلعب يبقى شغال. لكن هو حاليا خلاص عارف التشكيله الاساسيه في دلوقتي، مش هيخرج عن الماتشين اللي فاتوا دول تشكيل الاهلي بالرسمه دي، خاصه هو اي مدرب في مكانه مش هيكسر حظ فرقته، جاب اهداف وسكور والفرقه ابتدت مستوى يعلى من الماتش للتاني. تهديفين هدف واحد النهارده، تهديفين ثلاث اهداف، والشكل الجماعي اختلف والحضور على المرمى بقى اكتر واستغلال الكرات الثابته، فمفيش مدرب هيكسر الحظ بتاعه ابدا. بس هيعمل ايه؟ هيبقى طماع وسرحان. مش سرحان في ان ما اكتفاش بقى وخلاص وحط رجل على رجل، لا، ابتدى يشغل اللي على الدكه علشان يحطوا. الكابتن ابو العلا لامس نقطه كويسه، انه كولر مش شامه تثبيت التشكيل، لانه عايز يجهز ما لا يقل عن 20 لاعب. وانا بقول لك هو عايز يجهز كل الناس، وعايز يعتبر ان ال 30 لاعب اساسيين ودكه هم واحد، كتله واحده. ودي بتساعده في التدوير، اللي يبان من فلسفته من اول يوم. يعني كولر مش عايزين برضه نتسرع، لكن هو راجل هادئ، راجل عارف بيعمل ايه.